متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الخميس تبقى الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة بالسيطرة على عموم مناطق المملكة، وتبقى أجزاء من المنطقة الغربية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة تهطل على إثرها بإذن الله زخات من الأمطار رعدية، وتبقى أو تستمر الرياح أو رياح البوارح بالسيطرة على المناطق الشرقية مثيرة لبعض من الأتربة والغبار. أما في سواحل البحر الأحمر تنشط الرياح الشمالية التي تعمل على ارتفاع في الموج. نبدأ جولتنا بالتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة الرياض. بتسجل 45 درجة مئوية وأجواء حارة ونسبة الرطوبة 33% وسرعة الرياح 28 كيلومتر في الساعة. نبدأ هذه الجولة بالتعرف على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة. نبدأها شمالا مع سكاكا، بتسجل نهارا 40 ليلا 29 وأجواء حارة. عرعر بين 38 و25 أجواء صافية ومشمسة، وتبوك بين 40 و24 درجة مئوية إن شاء الله. مع المناطق الغربية والمدينة المنورة، بتسجل 45 نهارا 33 ليلا وأجواء شديدة الحرارة. مكة المكرمة كذلك الحال، نهارا 45 ليلا 29. أما الطائف وجدة بين 35 نهارا و26 درجة مئوية إن شاء الله بتنخفض ليلا. المناطق الجنوبية الغربية مع أبها بتسجل بين 32 و21، الباحة بين 33 و21، جازان بين 37 و30 درجة مئوية بتنخفض ليلا مع غيوم متفرقة إن شاء الله. المناطق الشرقية تتأثر بهبوب رياح البوارح، بتسجل بالدمام 41 نهارا 32 ليلا، الإحساء 47 نهارا 31 ليلا، حفر الباطن 46 نهارا 30 ليلا، وأجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض، بتسجل نهارا 45 31 ليلا، بريدة كذلك الحال نهارا 45 29 ليلا، وحائل 42 نهارا 28 درجة مئوية وأجواء حارة في هذه المناطق. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب لهذا اليوم. إلى اللقاء.